الموجة الثانية مرحبا إذا قارنا الوضع شعوبنا العربية بالشعوب الأوروبية مثلا في السبعين سنة الأخيرة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى فسنرى ظاهرة على أهمية كبرى وهي أن الشعوب, العربية الشعوب الغربية كلها الشعوب الأوروبية كلها عايشة تحت نظام سياسي واحد وهو النظام الديمقراطي وعايشة تحت نظام اقتصادي واحد هو النظام الليبرالي لكن لما تقارن بشعوبنا ستجد أنه إحنا في هذه السبعين سنة لم نكف عن تجريب الأنظمة الواحدة بعد الأخرى جربنا النظام الوطني النظام القومي الأنظمة الإسلامية أحيانا يعني تجارب اشتراكية في آخر مطاف نحن اليوم بصدد تجريب هذا المسار الذي نسميه الثورة وايضا نماذجنا الاقتصاديه تغيرت طول الوقت بما معنى ان احنا حقل تجارب وانا الى حد الان لم نصل الى يعني نوع من التوازن الذي يقول هذا هو النظام السياسي الذي سنحافظ عليه وسيكون نظامنا المستقر وبالتالي سنبني عليه، يعني لحد الان نحن ما زلنا نبحث عن هذا النظام السياسي والنظام الاقتصادي والنظام المجتمعي الذي سيكفل اخيرا لهذه الامه الاستقرار واخيرا سيكفل لها انها فعلا ستتجه في الطريق الصعب، ما زلنا الى حد الان نبحث عن هذا المقر، هذا المستقر الذي نسعى اليه جميعا. بطبيعه الحال احنا لم نحقق الكثير بالقياس بما حققته الشعوب المستقره. التي اختارت نظاما سياسيا وبقيت عليه منذ سبعين سنة أه لكن على كل حال حققنا الأشياء يعني من, من المبالغة أن نقول أننا لم نحقق شيء نسبة الأمية اليوم في العالم العربي هي من أعلى نسب في العالم بما أنه تقريبا 50% من العرب يعني يعانون من الأمية لكن منذ سبعين سنة كانت النسبة 100 بطبيعة طيب نحن لم نحقق أحلامنا لا بالنسبة لهذه الأحلام ولا بالنسبة لما حققته نفس الشعوب في نفس الفترة عندما نقارن مثلا تونس بما حققته تونس وما حققته ماليزيا فسنرى الفرق شاسعا بما حققته مصر مع حققته كوريا فسنرى الفرق شاسعا مع العلم أنه في الستينيات أو في الخمسينيات كنا تقريبا في نفس المستوى المهم هو أنه يعني ما الذي يمكن للأجيال المقبلة أن تتعلمه من هذه التجارب لانه احنا كنا حقل حقيقه حق تجارب المشكله انه هذه التجارب لا يقع الاتعاظ بها يعني اه انه الشباب احيانا اجده يعيد ويكرر نفس المقولات او نفس الافكار او نفس الاخطاء التي اثبتت, اثبتت التجارب فشلها احنا اليوم في اخر مراحل من هذا التجريب انا ساعود الى كل هذه المراحل يعني التجربة الوطنية والتجربة القومية والتجربة الاسلامية لكن اريد المرة هذه ان اركز على التجربة الثورية ما الذي تعلمناه من الربيع العربي بما انه هذا اقرب الاحداث الينا ما هي الدروس التي يجب ان نستخلصها الان علما واننا في مسار وهذا المسار لم ينتهي كما يخيل البعض لكن رغم كل شيء هناك دروس كبرى اخذناها من هذا الربيع العربي من هذه الثورات في البلدان التي وقع فيها هذا الربيع العربي ويجب ان تكون حاضره في الذهن لان عندما سنبني في المستقبل عندما سناتي الى مرحله البناء انا اذكركم بما اقوله انه احنا الان في مرحله خراب في مرحله تدمير في مرحله انفجار البركان لكن ستاتي مرحله التي سنبني فيها وسنزرع فيها على سفح هذا البركان المتفجر من الضروري ان نفهم ما هي الرسائل الكبرى وما هي الدروس الكبرى لهذه الثورات العربية. اول شيء هي ان هذه الثورات قامت على مطالب اجتماعية وعلى مطلب الكرامة، يعني كل الشعارات التي رفعت كانت شعارات تنادي بالحرية وبالكرامة، اذا ثروة معنوية التي كانت هذه الشعوب محرومة منها وكانت تطالب بالشغل وتطالب بالعدالة الاجتماعية أي بالثروة المادية التي كانت محرومة منه لأن الاستبداد حرم هذه الشعوب من الثروة المادية التي هي الاعتبار الحرية الكرامة وحرمها من الثروة المادية التي هي العمل الشغل السكن الصحة إلى آخره لماذا أركز على هذه النقطة لأن يعني المطالب لم تكن لا متعلقه لا بالوطنيه ولا بالقوميه ولا بالدين ولا بالشعارات الـ الـ يعني الـ ذات الصبغه الـ المعاديه للغرب او المعاديه للامبرياليه او المعاديه للصهيونيه الى كل هذه الشعارات كانت غائبه وهذا ظاهره يجب ان تلفت الانتباه انه اليوم الشعوب العربية بطبيعة الحال هي عايشة في عالم وهي يعني لها الحق في أن تكون لها رؤية معادية للإمبريالية لكن هذه كلها يعني شعارات جيلنا إحنا اليوم ما يريده العرب هو الثروة المادية والثروة المعنوية أي الحرية والكرامة من جهة ومن جهة أخرى قضية الشغل والعمل والشغل والسكن والصحة والنقل وهذه رسالة هامة لمن سيأتي فيما بعد في الحكم أنه انتبهوا هذه الشعوب لم تعد تحشوها الشعارات هذه الشعوب خلافا لما تتصورون قضيتها ليست الشريعة قضيتها ليست الهوية خلافا لما تتصورون اليوم يعني ما تطالب به الشعوب هي هذه مطلب الحرية من جهة ومطلب التقدم والرخاء المادي الدرس الثاني هي القوى الجديدة التي أفرزتها هذه الثورة هذه الثورة لم تقم بها الأحزاب ولم تقم بها مؤسسات المجتمع المدني وهذا أيضا شيء هام هذه الثورة خرجت من رحم الشارع من رحم الشباب من رحم هذا الفضاء الافتراضي الذي لم ننتبه إلى أهميته مما يعني أن القوى الثورية في المستقبل القوى الثورية في القرن التاسع عشر كانت العمال والفلاحين الآن ليسوا لا العمال والفلاحين حسب النظرية الماركسية هم من يقومون بالثورات الذي يقوم بالثورات هو هذا الشباب المهمش المعطل الذي يعني له الكثير من الخبرات هذا الشباب الذي ذهب الى الجامعه هذا الشباب الذي لا يجد اليوم العمل وهذه هي القوه الثوريه الجديده التي يمكن ان يعني تعيد خلق الاوراق الدرس الثالث هي ثورات اظهرت هشاشه مجتمعاتنا يعني هذا الاستبداد كان زي الغطاء الذي يغطي على الروائح الكريهه لما رفع هذا الغطاء خرجت كل الروائح الكريهه، واتضح حجم العفن الذي كان موجودا في مجتمعاتنا والذي كان يعني الاستبداد لم يكن له حلا، هو لم يحل مشكله التعفن وانما فقط غطاه، هذا التعفن هو الحقد الطائفي، اكتشفنا فجاه اننا ننتمي الى طوائف متناحره عوده القبليه، عوده الجهويه عودة يعني التصرفات الهدامه من طرف الاشخاص، عوده الشعور الفئوي الضيق، هذا كله كشفته الثوره لأن الثوره لما اتت بالحريه اتت ايضا بالتعبيرات عن كل التناقضات اللي كانت موجوده في المجتمع، والصوره التي اظهرتها الثوره لهذه المجتمعات في نفس الوقت في منتهى الجمال وفي منتهى القبح، في منتهى الجمال لانها اظهرت يعني شعبا عاشقا للحريه ومستعد للتضحيات وفي نفس الوقت اظهرت بشعة المخلفات ما تركه الاستبداد طيله هذه السنوات، اذا هذه ايضا يجب ان ننتبه إليه اليها اننا عندما سنبني يجب ان ننتبه الى هذه الهشاشه المجتمعيه الكبرى. ثم اهميه الثوره المضاده انه لا يكفي ان نتخلص من راس الاستبداد لانه اذياله ستبقى منتشره في المجتمع. وهذه الأذيال ستفعل كل ما في وسعها لضرب هذه الثورة المضادة وبالتالي يجب أن تكون لنا رؤية استراتيجية للتعامل معها في إطار تمسكنا بثوابتنا أي الثورة السلمية يعني ثورة سلمية نعم لكن أيضا ثورة تأخذ بعين الاعتبار وجود هذه الثورة المضادة وطريقة التعامل معها بكيفية ذكية هذه هي الدروس الكبرى التي تعلمناها من الثورات والتي يجب أن ننتبه إليها أننا لابد أن نستمع إلى الطلبات الاجتماعية إلى طلب الكرامة والحرية أن ننتبه إلى تناقضات الكبرى داخل مجتمعاتنا وخطورتها على أي بناء أن ننتبه إلى أهمية قوة الثورة المضادة وأن ننتبه خاصة لهذه القوى الجديدة قوى الشباب التي بوسعها أن تبني وهي التي ستصنع المستقبل وهي التي ستواصل هذه الثورة وأخيرا مرة أخرى يجب أن يكون شعارنا أملنا هو أنه لا خيار لنا غير الانتصار سننتصر أو ننتصر والسلام عليكم ورحمة الله الموجة الثانية